أهلا بكم أخواني وأخواتي الأعزاء، نصلي من أجلكم أن الرب يبارككم والرب يحفظكم، آمين. في هذه الحلقة نتناول موضوع القوة الغير محدودة في أنا الإلهية. نسمع كلمة أنا، هذه الكلمة كلمة أنا في كل مكان وفي كل الأوقات. نسمع كلمات أنا أعتقد، أنا قوة، أنا تعبان، أنا إنسان، أنا الله، أنا محدود، أنا غير محدود، أنا مهندس، أنا نجار، أنا فنان، أنا مبدع. هذه الكلمات نسمعها باستمرار. من هذا الذي ينطق كلمة أنا؟ نركز على هذا الشيء. من هذا الذي يقول كلمة أنا؟ من هذا الذي يتكلم؟ هذه الكلمة أنا، ما هي أصلها؟ وماذا تعني؟ ومن الذي أخرجها، تكلمها من الفم؟ كلمة أنا، هل هذه الكلمة عندما يقول الإنسان أنا، هذه الكلمة، هل هي الجسم؟ هل هي الفكر؟ هل هي الروح؟ هل هي الشخصية؟ مثلا لو تقول أو تعتقد، تقول أنت، تقول أنا أعتقد أن كلمة أنا هي الفكر. نسألك، نقول وما هو الفكر؟ أو ربما تقول، تجيب، تقول أعتقد أن كلمة أنا هي الروح. نسألك، نقول وما هي الروح؟ نريد أن نقول إخواني وأخواتي، كلمة أنا الحقيقية ليست في هذه الكلمات أو المواصفات. كلمة أنا هي ما بعد الزمن، وما بعد الوجود، وما بعد الوجود. نكرر ونقول، كلمة أنا هي ما بعد الزمن، وما بعد الوجود، وما بعد الوجود. كلمة أنا ما بعد وقبل الزمن. ربما تتساءل الآن وتقول، هل كلمة أنا هذه تصبح لغز؟ نقول إن كلمة أنا هذه، كلمة أنا، هي ما بعد اللغز أيضا، هي ما بعد الأبعاد وما بعد الأكوان. كلمة أنا حقيقتها، قوتها، طبيعتها هي المكون الأزلي. والمكون الأزلي بمعنى هو الفراغ الأزلي، هو العقل الأزلي، هو الثراء الأزلي. عندما تقول كلمة أنا، هي اعتراف لوجودك الأزلي، واعتراف لعبقريتك الأزلية، واعتراف لأبعادك الغير محدودة. كلمة أنا تكون الأزلية، لأنها هي الأزلية نفسها. وكلمة أنا تبني باستمرار تطورها. نكرر ونقول، وكلمة أنا تبني باستمرار تطورها، بمعنى تبني باستمرار وعيها. هذه الكلمة أنا هي الله، هي العقل الكوني. نكرر ونقول، هذه الكلمة أنا هي الله، هي العقل الكوني. عندما تقول أنا القوة، أنا النجاح، أنا الجمال، فهنا أنت تعيش وتكون. عندما تقول أنا القوة، أنا النجاح، أنا الجمال، أنت تعيش وتكون، لأنك هنا. فبكلمة أنا أنت لا تعكس بشريتك، وإنما تعكس إلوهيتك. هكذا
نكرر ونقول بكلمة أنا، أنا القوة، أنا الإبداع، أنا النجاح، أنا الجمال، أنت لا تعكس بشريتك وإنما تعكس إلوهيتك. تقول أنا أزلي، هكذا تقول أنا أزلي وتعيش الأزلية، هذه هي حقيقتك. أنا الصحة المطلقة، أنا الشجاعة المطلقة، أنا العقل المطلق، أنا الفكر المطلق. في هذه الاعترافات أنت هنا تعيش إلوهيتك، أي حقيقتك المطلقة. أنت هنا تكون تعيش أنت الله، هكذا نكرر ونقول أنت هنا بمعنى تعيش تكون أنت الله. لأنه إخواني وأخواتي كلمة أنا ليس لها تفسير في العالم البشري والعلم المادي، وليس لها تفسير في الكون المادي أيضا، ليس لها أي تفسير في أي زمن أو أي ظرف أو أي شيء آخر، لأنها قوة غير محدودة. هذه القوة الغير المحدودة ليس لها شيء في العالم المادي، لأنها كلمة أنا هي أسست العالم المادي. كلمة أنا هي القوة الإلهية. ولكن عندما تقول أنا تعبان على سبيل المثال، أنا مريض، أنا لا أعرف ماذا أريد، هنا أنت تعيش الجهل أو الظلام أو الخطأ، لأنك وضعت كلمة أنا في ترددات الجهل وترددات النقص وترددات الخطأ والوهم. عندما تقول أنا تعبان، فهذه كلمة أنا هي أنا الوهمية أو أنا البشرية والتي ليس فيها أي قوة. هل تلاحظون؟ ولكن عندما تقول أنا الأزلية، أنا الإبداع، أنا الجمال، أنا الصحة المطلقة، وتشعر بهذه الكلمات وتراها، هذه الكلمات هي الحقيقة المطلقة، هي الكمال، هي القوة كلها. عندما تراها تعيشها ما قبل الأكوان وما قبل التكوين وما بعد الأزمان وما بعد الوجود وما بعد كل الحضارات، أنت تعيش بمعنى تبني. عندما تسمعنا نقول تعيش بمعنى تبني، أنت تعيش أي تبني الكون الحقيقي. نحن إخواني وأخواتي نحن نبني الأكوان الحقيقية والغير الحقيقية عن طريق اعتقاداتنا وأفكارنا ووعينا. عندما تقول أنا تعبان، أنا مريض، أنا خائف، أنا قلق، أنت تبني الكون الوهمي أو العالم الوهمي. عندما تقول أنا القوة، أنا الإبداع، أنا كل الفكر، تقول أنا ما قبل الزمن، أنا ما قبل الوجود، هكذا تقول، وتقول أنا الوجود كله، أنا الزمن كله، أنا أرى خلال الزمن كله، أنا أعيش ما قبل الزمن، أنا الحقيقة كلها، أنا الحياة كلها، وتقول أنا الله والله أنا. هنا تعيش وهنا فقط تعيش الحقيقة المطلقة. نكرر ونقول هنا تعيش وهنا فقط تعيش الحقيقة المطلقة. ليس هناك حياة، بمعنى ليس هناك عيش بدون أنا الإلهية. أنا الله والله أنا، تقولها تؤمن بها وتعيشها، هنا أنت ولأول مرة تعيش الانتصار الحقيقي، تعيش الحقيقة المطلقة، بمعنى أنت تصبح المؤسس لحياتك وذاتك وأفكارك. نريد أن نقول مرة أخرى إخواني وأخواتي، بدون الحقيقة المطلقة
إذا لا تعيش الحقيقة المطلقة، ليس هناك حياة بدون الحقيقة المطلقة، ليس هناك حياة، ليس هناك وجود. الوجود، الحياة، أنت تعيشه وتكونه وتطوره عندما تعيش أنا الإلهية. هل تلاحظون؟ فعندما تقول أنا في الأكوان، هكذا تقول أنا في الأكوان ومن خلال الأكوان أرى وأشعر، وتقول وأنا ما بعد الأكوان أرى وأشعر، تقول أنا مؤسس الأكوان، تقول أنا ضوء الأكوان، تقول أنا الأزلي، تقول أنا القوة كلها، تقول أنا الحب كله، أنا الإبداع كله، أنا الصحة كلها، تقول أنا مكون الحب، أنا مكون الإبداع، أنا مكون الصحة، أنا مكون الجمال، أنا مكون الحياة، أنا مكون الأكوان. هنا وهنا فقط أنت أخي وأختي تعيش الحقيقة المطلقة، ليس هناك حياة أخرى غير الحقيقة المطلقة. الحقيقة المطلقة هي حقيقتك، إنك الغير المحدود، إنك القوة الغير المحدودة. نشكركم أخواني وأخواتي على مشاهدتكم هذه الحلقة، نصلي من أجلكم أن الرب يبارككم، ونراكم في الحلقات القادمة.